حيث يأتي قطاع التربيه والتعليم في اولويه اهتمام الحكومه من اجل بناء مجتمع يعني يتجاوز كل الصعوبات والممارسات المرفوضه، فلا بد من البدء بهذا القطاع الحيوي وان تكون الاستراتيجيه الوطنيه للتربيه والتعليم خارطه طريق لجميع مؤسسات الدوله، وان تستعيد البنى التحتيه لهذا القطاع، عافيتها من خلال مواصله تشييد الابنيه المدرسيه في بغداد والمحافظات مشاهدينا اعزائي وبتوجيه ومتابعه مباشره من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دائره المشاريع الوطنيه والابنيه المدرسيه تنجز عدد كبير من المدارس ضمن مشروع بناء الف مدرسه نموذجيه في عموم محافظات العراق باهتمام استثنائي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء تقوم دائرة المشاريع الوطنية والابنية المدرسية بمشروع انشاء الف مدرسة نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية الصينية أصدق محافظة بغداد 144 مدرسة موزعة على جانبي الكرخ والرصافة 93 مدرسة منها بجانب الكرخ و51 بجانب الرصافة موزعه على جميع الوحدات الاداريه، اعتمدت اليه التوزيع الكثافه السكانيه والدوام المزدوج ومعالجه مشكله المدارس الطينيه والكرفانيه تصاميم المدارس ثلاثة انواع 24 صف، 18 صف، 12 صف محتويه على قاعات دراسيه ومختبرات ومكتبات اضافه الى الملحقات من حمامات وغرف الحارس.